صرتي أعجوبة للرؤساء أمثال درة محبوبة، وفي الإنجيل قد قال يعطونك الطوبى في كل الأجيال. يا ابنة يواقيم قد فقت الشاروبيم، من المال أؤتيك يا أم الرحمن، أنت قد صرت مملوءة نعمة ولله صرت حجابا للكلمة، واحتار فيك أرباب التفهيم. يا تابوت العهد يا مضمرة هارون، يا روح المجد يا ابنة صهيون، يا نور العيون بيك نسعد ونحظى بالنعيم يا مملوءة نعمة، يا مملوءة نعمة، أنت الحسن الحصين، أنت كنز الرحمة يا عون المساكين، منك زادت النقمة يا شفيعة القديسين، شفاعتنا في الزحمة يا أم الرحيم. نقدم لك التعظيم يا ست الأبكار، يا ابنة يواقيم، يا كرسي المختار والمولود منك كريم، أزال عنا العار الإله العظيم خالق الأبهار. يا زين الأبكار، يا قدس الأحبار، يا طهر الأطهار، يا نور الأنوار، يا كنز النعمة يا أم الرحمة، أنت هي الكرمة المملوءة أثمار. يا ابنة يواقيم قد نلت تعظيم، أنت هي أورشليم ذات المجد والفخار، أنت هي صهيون يا جوهر مكنون، فككت المسجون من يد المقام، ابنك خلص آلام الخاطي النادي، وعتق العالم من كل الأضرار، ربك من صغري لما رأى طهري، قد طيب ذكري في كل الأبطال. أرسل لك غبريال بمحكم الأقوال، وبشرك إذ قال الله لك اختار، روح قدس ملاكي وسكن في أحشاكي، يا عذرة باقي في كل الأعصار. إن غير المحسوس الرب القدوس، منك أتودع يئسوس ونظرته الأبصار، موسى رأى العوسك والنار فيه تتأجج، وأغصانه تتوهج ما ضرته النار. عن هذا التأويل لنتعنا نؤيل الملك الجبار حسبي الرب رب الأرباب وختم الباب مهاب عالي المقدار عالٍ عالٍ هو قدرك ويسوع هو ابنك لما ولد منك تزينت الأمصار أيضا دانيال تنبأ حيث قال رأيت الكرسي العال عالي المقدار نظرت فوق الأركان شبه ابن الإنسان وله السلطان على كل الأبطال وهو القوات ومن حوله طغمات ألوف وربوات من عظم ووقار يا ابنتي وقيم فقت الشاروبيم أيضا السرافيم وكل الآباء الأبرار منك جاء المولود الرب المعبود يمدح فيك داود بالعشرة أوتار الوتر الأول قول مجدد العذراء تحمل بالملك الجبار الوتر الثاني داود في التهاني بالألحان مع ضرب القيثار والتالت يا بنات انتي مؤتمنة بالنور مشتملة والرب لك اختار والوتر الربيع اصغي سامية ذا قول شائع في كل الأقطار الخامس خبار حمامة هي تظهر بالذهب الأصفر على منكبيها صار والسادس ألفي قولا لا أخفي لكني أروي وأشهره إدهار والسابع إذ قال يا جبل الله العال تجسد منك المتعال بلا شك ولا إنكار والثامن رنان للعذراء مريم اختارها المعظم كللها بالفخار التساءل عنها يظهر حقا منها قليلا وهو ابنها والبقورية في حفظ ووقار الوتر العاشر الله القادر في صهيون ظاهر مسكن الأبرار لم يوجد في الدهر مثلك أيتها البكر بابنك فككت الأسر عن آدم والعار يا سيدة الأكوان يا فخر الإيمان أنا ابنك حيران غارق في الأوزار عالٍ عالٍ هو قدري لا تترك عني قصدي من ابنك عتقا من النار لأنك درما يشفع وللدعاء يسمع وعنا يدفع ضربات المقار ومن هديها مسكين ولبسته باليقين ويقول آمين آمين فهي تشفع في الحضار والناظم المسكين مدحها في كل حين ماله يوم الدين سوى سيدة